السلام عليكم، مرحبا بكم في قصة جديدة من قصص ديالنا. كيف العادة ما تنساوش لايك وسبسكرايب وتشاركوها مع صحابكم. شتو شي يكون خاوي، ديروا الكيت وطفوا الضو. مشينا. سميتي زهير وساكن في تمارة. العائلة ديالي مكونة من خويا اللي كبر مني بعامين واللي حتى هو غيكون طرف في هاد القصة، واللي سميتو مروان، وعاد عندي خوتي صغار آخرين. النهار كملت تقريبا 18 عام وليت أنا وخويا مروان مسؤولين على الدار، خصوصا أن الوالد عيا بزاف، كان خدام غير في البني ولكن رجلو مرضات ليه وما بقاش كيقدر يوقف عليها، والوالدة من ديما جالسة في الدار. كنا ناس على قد الحال. داك العام ما كنتش خديت الباك ديالي وخرجت حتى انا باش نخدم ونعاون خويا اللي كبر مني، حيت كنا كثار والمسؤوليه عليه صعيبه. المهم صافي وليت كنخدم فاش ما كان، كيف ما كيقولوا طالب معاشو. فيما كان شي واحد باغي مساعده كنعاونو، فيما كان شي عرس كنمشي نسربي فيه، شي واحد بغى يغسل الطوموبيل كنغسلها له. المهم كنصور نهاري وصافي، وهذا الشيء ما كانش كافي. وخويا كان خدام في واحد الشركه ولكن كانوا كيعطيو صالير اللي قليل بزاف، ما كيجي فين يكمل الشهر حتى كتسالي الفلوس. بقينا على داك الحال حتى تقريبا اواخر 2019 وتحديدا قبل الجائحه. اخويا كان عنده واحد عشيرو في طنجة وساكن بوحده، وكان قال لي بلي الخدمه هنا موجوده، وطاحت عليا الفكره انني نمشي انا وخويا باش نخدمو تماك. في الاول خويا قال لي نمشي غير بوحدي وانت خليك مع الوالد والوالده، ولكن قلت لي لا خصني نمشي معاك ونتعاونوا بجوج بينا، الا بقيت هنايا فاش غنفيدو. كان عندنا واحد خونا صغر منا في ديك الوقيته تكون كانت عنده شي 14 عام. قلت لي صافي هو غيتكلف ولا احتاجوا شي حاجه هو اللي غيتسخر ليهم. المهم وصينا على الدار وقلنا ليه انت الراجل ديال الدار، رد البال الوالد والوالده. تحركنا في داك الصباح من بعد ما دوينا مع الدري ووافق انه يستقبلنا في داره. الوالد كيوصينا وكيقول لنا ردوا البال لبعضياتكم، عندك تمشيو تعاطاو البليه ولا شي مصيبه. انا ضحكت معاه وقلت ليه البليه خصها الفلوس وحنا ما عندناش. المهم تعانقنا وتسالمنا معاهم وتحركنا. ديك الوقيته ما كناش عارفين كاع شي حاجه غتجي وسميتها كورونا. اصلا ما كانش شي واحد غطيح لي على الباب اللي غيجي واحد النار وغنسدو علينا في ديورنا وما نخرجوش. مشينا لطنجه، مدينه جديده وناس جداد، اغلبيه الناس اللي تماك غير البرانيين. دخلنا لعندك الدري لدارو، كانت دويرة على قد الحال ولكن زوينة ونقية. عطانا واحد البيت وقال لينا تشاركوا فيه بجوج بيكم. داك الدري كانوا دارهم بصراحة ميسرين، عايشين كلهم على برا وهو ساكن بوحده، وكل شهر كيصيفطوا ليه الماندا ديالو، قاد لينا شي سيفيات حيت هو كان عنده مع هادشي، وبدينا كندفعو. ارتاحينا بعد واحد اليومين وخرجنا انا وخويا. كنمشي انا البلاصة وهو البلاصة، تقريبا شي 15 يوم وحنا كندورو، كنرجعو برجلينا كيحرقونا بزاف، ومع الأسف ما لقيناش خدمة. دخلت 2020 في ديك الوقيته، وخونا قال لينا علاش لي ما تخدموش في الكابلاج، راهم كيطلبوا الناس بزاف. قلت أنا وخويا علاش لا، بما أنها خدمة بوراقها، والصالير واخا ماشي شي حاجة ولكن على الأقل حسن من داكشي اللي كنا كنشدو. صافي الغد ليه مع الصباح مشينا دفعنا ليهم، وقبلونا أنا وخويا. ولكن ماشي في نفس الشيفت، هو مثلا الا خدم الليل انا كنخدم الصباح، والعكس الا خدمت انا الصباح هو كيشد الليل. بدينا في الخدمه واخا كان داكشي قاصح ولكن قلت غنصبروا، ما عندنا ما نديرو، خصوصا ان الوالد والوالده كانوا كيتسناونا فراس الشهر باش نصيفطوا لهم شي حاجه. خونا ملي شافنا خدمنا قال لنا نبقاو نخلصوا الماكله ديالنا لراسنا، اصلا كنا معولين على هادشي حيت ما يمكنش له يبقى يصرف علينا. ومن الفوق مسكننا في دارو، حتى قلنا بلي صافي الدنيا ضحكات لينا والامور تقادات. كنت انا كنصيفط الصالير كامل ديالي للوالد والوالده، والصالير ديال خويا كنقسمو بيناتنا وكنصرفو به. ديك الوقيته سمعنا بلي دخلوا شي حالات للمغرب وبدا المرض كينتشر، حتى كنتصدمو في شهر 3 بلي قال لك غادي يسدو كلشي وغيحبسوا الخدمه، وحتى الطرقان غادي يتحبسوا. ما فهمنا والو ودهشرنا، بقيت كنقول يمكن هادشي غير سيمانه ولا شهر كاع وغيفوت، ولكن داكشي طول. شركه الكابلاج اللي كنا فيها بقاو مخدمين شي ناس قلال،
ودوك الجداد جراو عليهم كاملين، وكنت منهم انا وخويا. صافي ما حملناش راسنا، خصوصا اننا ما لقيناش البديل، كلشي تسد في ديك الوقيته. في الاول قال لنا الدري نبقاو معاه، قال لنا ما عندكم فين تمشيو دابا، ولكن من بعد غيبدا يحشي لنا الهضره وما غيبقاش عاجبو الحال، وغيقول لنا بلي رولنا ليه الدار. انا فاهمه، اي واحد في بلاصتو غادي يفكر في حاله، خصوصا اننا مبقيناش كنصرفو حيت كاع الفلوس اللي عندنا ساليناه. وخا هكا كنت هاز الهم غير الوالدين، كانوا داروا واحد الاعانه في ديك الجائحه وهي اللي كانوا كيصرفوا بها، اما انا وخويا كان لينا الله. ديك الليله كنا مريحين، داك الدري ما بغيتش نذكر سميتو، غنسميه اسماعيل، ولا شاد معنا الضد بزاف. مثلا عارف بلي شي حاجه ما كناكلوهاش وكيمشي يديرها بالعاني، وكيقول لنا هي اللي كاينه، لا بغيتو تاكلو مرحبا، ما بغيتوش ما عندي ما ندير ليكو. وعاد الضو كيقول لنا نقصوه، ما تبقاوش شادين ليا التلفازه وما تبقاوش سهرانين في الليل. خويا كانت نفسه حاره، كيقول لي اللهم نخرجوا الزنقه ولا نبقاو مع هذا، ولكن كنت كنصبره وكنقول ليه ما عندنا ما نديرو، حتى من الفلوس باش رجعوا لمدينتنا ما كانوش عندنا، واصلا كان خصنا ناخدو تصريح وشحال من حاجه باش ندخلوا لمدينتنا. ديك الليله انا تعصب ديال بصح وبديت كنبكي، ما بان لي غير الكارو قدامي، الكارو غير ديال خونا حيت حنا ما كناش كنكميو. دخلت للطواليت سديت عليا وبديت كنكمي، واي كارو كنكميه كنلوحو في الطواليت. كانت ديك الساعه تقريبا شي جوج ديال الليل، وانا مع ما كنتش مولف بديت كنكحب الكارو الاخر اللي بغيت نشعلو، وانا نحرق يدي وما عرفتش كيفاش طرا ليا. مشيت كنخوي على يدي الماء، وفي ديك اللحظه الضو بدا كيمشي ويجي، وسحب لي غير البوله غتحرق، ولكن كانوا شي حوايج اخرين اللي ما كنتش راض ليهم البال. كانت عندي مصيبه وغتولي عندي مصيبه اكبر. خرجت من الحمام بشويه باش خونا ما يفيقش بيا، ورجعت دخلت للبيت. مروان كيقول لي فين كنتي وشاد الريحه فيك، قلت ليه وصافي خويا راني غير تعصبت وما لقيت فاش نبرد. قال لي بقى لك غير الكار، ما كتشوفش هادشي اللي حنا واحلين فيه، دابا غدا خونا من يفيقو ما يلقاش الكارو ديالو شنو غتقول ليه؟ قلت لي غنقول ليه ما شفتوش، هو عارفنا اصلا ما كنكميوش. تكيت باش نعس، لقيت بلاصتي سخونه بزاف بحال شي واحد كان متكي فيها قبل مني. ما كنغمض عيني كنحس بحال شي حرقه ديال العافيه في الاول في جبهتي، فقت مخلوع، حساب لي غير شي حاجه قرصاتني، شويه في عنقي شويه في يدي وفي ظهري في رجلي، بدا لحمي كامل كيتنمل عليا وكل ساعه كانت تحرق في بلاصه. ما نعستش ديك الليله، بدت كانت تقلب، فقت في الصباح كلي مدقدق، خويا كينغص فيا باش نوض وكيدوي معايا، ولكن ما كنسمعوش، بحال ودنيا مسدودين، بحال كنت غارق في شي بلاصه بعيده. حليت عينيا كيبان ليا وجه خويا مبدل، كيبان وجهو كحل وكيخلع مسيف وكيشوف فيا بواحد الطريقه غريبه، لدرجه انني قفزت من الفراش ودفعتو. قال لي مالنا على هاد الشيء لا الصباح، قلت لي راني غير حلمت ما ديش عليا. قال لي طوي فراشك ونوض نوجدو الفطور، ما فيا ما نسمع الهضره على الصباح. كنحس براسي مرفوع، كنوجد في الفطور وبالي ماشي معاه. تصوروا معايا الكاس كان في يدي وتهرس، واخا ما كنت بارك عليه ما والو، تصدمت ملي شفت الدم، رميتو من يدي. وما غتكونش هادي اخر مره يطرى ليا فحال هكا، حيت هادي غير البديه. مسح داك الدم ولويت على يدي واحد الفاصمه. كملت الفطور وخرجت حطيته فوق الطبله، كنت كندوز الاغلبيه ديال النهار غير في السطح. داك اسماعيل كان مربي واحد المش، وكنت كنبقى نلعب معاه في السطح، ومره مره كيهبط عندنا لتحت. دازت تقريبا سيمانه ما طرا ليا فيها والو، كان كلشي عادي. حتى لواحد النهار بالضبط وكان الاربع، وخويا كان في السطح وداك اسماعيل كان كيدوش. انا كنت كنتفرج قدام التلفازه حتى داني النعاس، حيت كنت كنفيق بكري كان كيجيني النعاس بكري. المهم هكاك ما بين النعاس والفياق حتى كيبان لي راجل، راجل كله كحل وهاز واحد الجمره في يديه، ديك الجمره كانت شاعله فيها العافيه وكتبان سخونه بزاف. داز داكشي بزربه حتى رماها عليا، غوت غوته وحده ونط مفزوع حتى كنلقى داك المش عند وجهي. نزل خويا مروان وكيقول لي مالنا على هاد الغوات، قلت لي والو غير كنت ناعس والمش خلعني. قال لي كيفاش خلعك؟ راه المش كان معايا في السطح، اش كتخربق دابا؟ واش انت اصلا كتخاف من المشاش؟ قلت لي والله تنقز عليا وانا ناعس. قال لي ياك ماشي مش اخر، قلت لي لا صاحبي نفس المش.
راني كنعرفو مزيان. قال لي وفين هو دابا؟ قلتي كاين في الدار. نط كنقلب عليه وبالفعل ما لقيتوش. بقوت ما تخربق طلعت كنجري للسطح باش نقلب واش كاين في الصح، وبالفعل كان في السطح. نازل من السطح ومصدوم من هادشي اللي طرا، حيت ما كيتقبلوش العقل. سمع يسال الدوش ديالو وخرج وبدينا كنتعشاو. انا كنت جالس مقابل مع جهه الباب، شويه حتى كيبان لي الضوء ديال الطواريت كيمشي وكيجي. بقيت كنطل وكنقول له مال الضوء كيطفى ويشعل. قال لي اسماعيل غيكون غير السارو ديال الضوء ما مزاقيش، سير عافاك طفيه. مع غادي ندخل باش نطفي الضوء كنحس بشي واحد صرفقني، كيف ما كتسمعوا حرفيا شي واحد صرفقني، يعني ماشي بحال الريح ولا شي حاجه دازت من حدايا، الا كنقول لكم التصرفقه ديال بصح. لدرجه انني طحت قدام الباب وما عقلتش على راسي. كنسمع صوتهم وما كيفيقوا فيا وكيخويو عليا الماء. نط مخنوق وكلي كنهج. قال لي خويا مالك عما، واش ما شفتيش جفاف قدامك؟ قلت ليه اش من جفاف، راه شي واحد صرفقني. داك اسماعيل بقى كيضحك وقال لي راك عفتي على الجفاف وزلقتي وجا راسك على الارض وانت تغيب. قطرد البال شويه. قلت لي شوف راه الطواليط عندك شي حاجه ماشي هي هذيك فيها. قال لي اش بغيتي تقول؟ قلت لي ما عرفتش ولكن شي حوايج كيخلعوا كيطراو هنايا. بدا كيتغاوش معايا وكيقول لي اش بغيتي تقول باللي داري مسكونه؟ راك عارف الا ما عجبكش الحال تقدر تمشي من دابا. خويا كيف ما قلت لكم ما كانش كيرضى، وبدا كيتغاوت معاه وقال لي شنو زعما كتجري علينا؟ قال لي اسمع خوك شنو كيقول. هاد الهضره اللي قالوا لي خربقاتني، ولكن باش تاكدت بلي داكشي اللي طرا ليا بصح هو ان حنكي بدا كيتنفخ. تصوروا الغد ليه فقط بحال كانت فيه الضرسه، حنكي منفوخ وزرق. مروان ما بغاش يثق بيا، ولكن قلت ليه راه كنحلف ليك اخويا بلي هادشي بصح وما عندي علاش نكذب عليك. هادشي بدا معايا من نهار اللي كميت في الطواليط. قال لي وانت اش داك كاع تكميت ما كتلوح عليهم الكارو؟ واش ما عارفش بلي الطواليط ماليها؟ ديك الساعه ملي عملت لك الجري على الاقل طلع غير للسطح وكمي. قلت لي صافي دابا اللي وقع وقع، صافي دوينا مع المقدم وكملنا دوك الاجراءات باش نمشيو فحالنا لمدينتنا. قلت اللهم نمشيو نعيشو مع دارنا ولا نبقاو هنايا. ونيت نخرج من هاد الدار اللي ما فهمتش شنو كيوقع فيها، كيحسب لي هادشي غيسالي هنا، ولكن لا، رجعنا لمدينتنا. الوالده شافتنا قالت لينا ضعفيتو بزاف. قلنا لا غير مع الخدمه وتماره، ما بغيناش نبداو نشكيو عليها حيت هما كانوا كثر منا وكنا مزيرين في ديك الوقيته. ولكن المشكل هو داكشي اللي غيوقع معايا. تقريبا دازو يومين، واحد الليله يلا غنعس حتى كيبان ليا واحد الراجل في البيت ديال خوتي الصغار. راجل طويل وكحل، الملامح ديالو ما باينينش. تم جاي لعندي بالزربه وانا نغيب، وهاد القضيه طرات معايا ما مره ما جوج، وفيما كيقرب مني وباقي ما وصلش ليا كنغيب. ما كنعقلش على راسي، هادشي كله كيوقع من كثره الخوف. دماغي ما كيتقبلش داك المنظر وداغي كنغيب، ولكن كنفيق بحال واكل العصا وكنحس بصح بلي هادشي وقع. وليت كنشعل عليا الضوء في البيت ديالي عاد باش نقدر نعس، ولكن الصدمه هي انني ديما كنلقى البوله محروقه، ما كدوز حتى يومين ولا ثلاث ايام كتحرق. وهادشي لاحظوا حتى الدار. مروان قال لي تبدلتي بزاف. قلت لي اخويا راه واخا نعاود لك داكشي اللي كيطرى معايا ما غتثقش بيا، بحال ملي كنا في طنجة وعاودت لك شنو وقع. قال لي ياك ما تقاصيتي ولا شي حاجه. قلت لي والله ما عرفت، ولكن واحد الراجل كحل ديما تابعني وكيعذبني ديال بصح. ما تقش فيا خويا ديك الساعه، ولكن غيتيق بيا واحد النهار ملي كنا جالسين كنفطروا. كنا مجموعين على الطبله، حاط الكاس د اتاي قدامي وكنشوف فيه. بقيت ساهي حتى ولا كيبان ليا الوجه ديال داك الراجل في كاس د اتاي وبدون تفسير. وفي واحد اللحظه تصوروا معايا الكاس طرطق، وحتى شي واحد فيهم ما فهم شي حاجه. خويا مروان شاف فيا، ديك الساعه حسيت بيه عاد بدا كيتيقني. خويا قال لي عرفتي شنو غتبقى دير؟ غدير لي زياد في ودنك وطلق القران في الليل، وما عندك مناش تخاف، دير غير رقيه شرعيه واسمع ليها، قدر يكون هادشي غير وسواس عندك في راسك. قلت نجرب شنو خاسر. تبعتها لمده 3 ايام وكانت الامور مزيانه، كنت كنرتاح ملي كنسمع صوت القران. من موراها واحد المره وانا ناعس حتى ولا داك الصوت كيبعاد، زعما الصوت ديال القران ولا كيبعاد وكيقلال، بقى غادي وكيقلال حتى ما بقيتش كنسمعو نهائيا. وليت كنسمع صوت واحد الراجل، صوت اللي غليظ ما عرفتش بالضبط شنو كان كيقول، ولكن صوتو كان كيخلع وحتى الطريقه كيفاش كيهضر. شويه حتى كنتكتف. تصوروا معايا الصباح ديال يديا ما بقيتش قادر نحركهم، جمت في بلاصتي وليت بحال الخشبه، وبديت كنحس بداك الحريق عاوتاني.
ما عرفش كيفاش غنوصفه ليكم، بحال شي واحد كيشد الكارو وكيطفيه لك في لحمك. اللي مجرب هاد القضيه غادي يحس بيا، وكنت كنحس بيها في لحمي كامل، كتنتقل من بلاصه لبلاصه. ما عرفش شحال ديال الوقت داز وانا مكتف هكاك، منين تطلقت وليت باغي غير نشرب. كنحس بحلقي ناشف، بحال الا شحال هادي ما شربت. نط مشيت للكوزينه وتكيت على القرعه د الماء كامله. الوالده فاقت بيا وقالت لي ولدي ما تشربش الماء هكاك بارد. قلت لها ماشي لخاطري، وانا داوي معاه حتى لحد ديك القرعه من يدي بلا ما نشعر. تهرسات الوالده بقات غير كتشوف فيا وما فاهمه والو. قلت لها صافي صافي غير سيري تنعسي انا غنجمع هادشي. وليت اي حاجه كنشدها بين يدي كنطلقها، بحال يدي ما بقاتش كتستجب ليا. بديت كنفكر في هادشي اللي كيوقع ليا، خصني نلقى ليه حل. غد لي عاوتاني مريحين على الطبله ديال الفطور، كنا كنهضروا شويه حتى نقز خويا الصغير. هو الصغير كاع فينا، هو يقول لي علاش اخويا البيت ديال بيتك في الليل كيبقى يتحل ويتسد بوحدو. الوالده والوالد تصدموا، عرفوا بلي شي حاجه طاريه ليا ما هياش. تماك عاد بداو كيفكروا يتحركوا ويجيبوا ليا شي راقي، ولكن المشكله هي ديال الفلوس ما كانتش عندنا. الله كنا مكافيين بداكشي اللي كناخذو كل شهر. جابوا لي شي وحدين باش يقراو عليا، ولكن ما كانوش متمكنين. ما كنحس بوالو، ما كنتحرك، ما كنتزير، ما كنطيح، كنبقى غير نتفوه بزاف. قالوا الوالده بلي غير العين والحسد هما اللي دايرين لي هادشي. بقيت كنقول ليه في خاطري علاش غيحسدوني، كون شافوا عيشتي كون راهم الحمد لله. ديك ليامات قربت نحماق، ولات كتشدني واحد الخنقه خايبه، كنبغي غير نخرج من الدار ونتنفس شويه الهوا. ما كنتش كنبعد بزاف حيت الامور كانت باقا مزيره والبوليس كيدوروا في كاع الزناقي. لاحظت في راسي واحد الحاجه غريبه واللي كانت خايبه بزاف، وهو انني ما بقيتش كنحمل ندوش ولا نغسل حالتي. تصوروا معايا باش يدوشوا ليا بزز، ولاو كيجروني وكيدخلوني، كيطلقوا عليا الماء بزز مني، وكنبدا نغوت وكنقول لهم خرجوني من هنا. ريحتي ولات خايبه، وحتى حالتي ما بقيتش مهلي فيها، ولاو عندي ضفار طوال ومسخين، ولا شعري طويل وما كنمشطوش، وليت معفون بهاد الكلمه. ديك الساعه كان الحجر بدا كيتطلق شويه، كان وصل شهر 6 تقريبا شي نص فيه. خويا مشى باش يدبر على راسو ويلقى شي خدمه، خدم غير مع واحد مول الصناك. كانت جاتو خدمه في مرجال، واحد صاحبو خرج ودخلوه هو في بلاصتو. كان السالير ديالو عاوتاني على قد الحال، ولكن كنا حامدين الله عليه. هو بدا الخدمه وانا كان كيبقى فيا الحال، حيت كنبقى بوحدي في الدار، وكنشوف عائلتي محتاجين ليا وانا ما قادر ندير والو على قبلهم. تصوروا معايا البيت اللي كنت فيه ما كنبغيش نخرج منه، كنبغي نبقى غير سد عليا الشراجم والباب ونجلس في الظلام. الا دخلت الوالده وشعلات عليا الضو كنبدا نغوت عليها. الوالد ولا فيما كيجي خويا في الليل كيدوي معاه عليا وكيقول لي راه خصنا نلقاو ليه شي حل. انا هادشي كنت مستوعبه وكنت كنسمع الهضره ديالو، ولكن كنحس براسي ما عندي جهد باش نتبدل اولا ندير شي حاجه. ما قادرش نقاوم داكشي اللي فيا، ومع حنا ما كناش فاهمين بزاف في هادشي، كان خويا جاب واحد الفقيه وقال لنا حقه ما حقه انني انا مقيوس، وخاصنا نعطيه الفلوس ونخلصوه باش هو يتكلف، وغادي يهضر لينا مع الجن اللي قايصني باش يخرج مني ويخليني. وحنا من نيتنا تيقناه، كنطلب منا تقريبا شي 1000 درهم، وديك الساعه 1000 درهم حنا راه كانت عندنا شي حاجه حيت كنا محتاجين بها. المهم والديا واخا هكاك تكلفوا وعطاوه ديك الفلوس. السيد بات ما صبح، كان صوني ولو ما كيجاوبش، ما دار ليا حتى شي حاجه وما تبدلات بيا حتى شي حاجه. ومن هذا المنبر كنقول ليه الله ياخذ فيك الحق. ما بقيتش كنثق نهائيا في الفقهاء، وليت انا كنقول لهم ما تجيبوهمش ليا، كنقول لهم بلي انا قادر نعالج راسي. كملت في القران والرقيه، كنت كنسمعهم كل ليله، وكل مره كندخل نقرا على التجارب ديال الناس وكنسمع شنو طرا ليهم وكنستافد. وهادشي ما كيعنيش ان داكشي حبس، بالعكس كان باقي كيجيني داك الراجل. فقت بلا ما نشعر براسي، تميت غادي في الظلام بلا ما نشعل الضو. تصوروا معايا دابا هادشي اللي كنعاود لكم راه ما واعيش به. دخلت للطواليط وسديت عليا وبقيت طافي الضو، حتى شويه كنحس براسي تقجيت. تقجيت نيت بحال شي واحد داير لي حبل على عنقي، ولاصق مع الحيط وما قادرش نتحرك. تصوروا معايا في ديك اللحظه وعيت براسي، كنلقى راسي في الظلام ما عارفش حتى انا فين، ما قادر لا نغوت لا نتحرك، غير كنبكي. الغواش ديالي كان مقطع، المشكله انني ما كنشوفش داكشي اللي شاد فيا. تخيل معايا تحت في هذا الموقف، تلقى راسك في المجهول في الظلام
ما عارفش اشنو قدامك ولا شنو وراك، زيد عليها الاصوات اللي كتسمع وداكشي اللي كيقيس فيك. اشنو كنتي غدير في بلاصتي؟ انا بعدا ملي ما متش في ديك اللحظه ولا حماقيت كنحمد الله ونشكره. اصلا من مورا ما بريت من هادشي مشيت كندير حصص في الطب النفسي باش على الاقل ننسى شويه من هادشي اللي داز عليا. رجعكم لديك الليله بقيت هكاك حتى طحت في الارض، كيبان لي الضو وشعل. خويا الصغير هو اللي دخل ومشى كيعيط على الوالده، كانت الضبابه طايحه لي على عيني وما دايرين بيا وانا ما واعيش بالهضره ديالهم وشنو كيقولوا. جرني مروان والوالد وخرجوني من تما. الوالده مشات كتجري وجابت لي حوايج باش نبدل حيت كنت كلي فزقت. هادشي عاودوا لي غير من بعد حيت في ديك اللحظه ما كنتش مدرك لداكشي اللي كيوقع. حطوني في الفراش وانا كنترعد، بداو كيغطيوني وكيزيدوا عليا الملايات. الوالده قالت لي وجهك زراق وحتى فمك راه بالسيف، ما يبقى ليا داكشي. كيقولوا لي غير عاود لينا شنو طرا عليك. ما قادرش نحرك لساني ولا ندوي معاهم، كنشوف غير في السقف وعينيا مبلقين. صافي تماك دخلوا حتى العائله في القضيه، ولا اللي كيعرف شي فقيه ولا شي راقي كيجيبوا لي للدار. انا ما كنتش نقدر نقول لهم لا، حيت اصلا في ديك الايام كنقول لكم مرضت بزاف وليت شاد غير الفراش، يديا ورجليا ما بقيتش قادر نحركهم، ولاو عيانين بزاف بحال الا فيا تقطع اللحم، ولكن كثر من هادشي. المهم بداو العائله كيقلبوا ليا حتى جاب خالي واحد الراجل قال لينا بلي اصله شمالي ولكن ساكن في فاس. جا عندي داك الراجل ملي شافني في ديك الحاله قال ليهم غير خليوني انا وياه. بديت كنعاود ليه الاعراض اللي كيجيوني وداكشي اللي كنشوف وداكشي اللي كنسمع وكاع داكشي اللي طرا معايا. قال لي شوف اولدي انا نقدر نعالجك ولكن ماشي هنايا، هاد البيت ديالك عامر بالنجاسه. قلت ليه واخا ماشي مشكل. مشيت انا وياه والوالد ديالي وخويا، مشينا لدار خالي وقال لي بلي تماك غيرقيني. اول حاجه قال لي بلي عندي مس من جن سفلي وتحديدا هذوك اللي كيعيشوا في المجاري يعني في القوادس بالدارجه. قال لي انا ما عرفتش كيفاش تلبس بيك، يمكن درتي شي حاجه واديتي. انا ما بغيتش نقول لي قدام الوالد بلي كنت كنكمي. المهم بدا العلاج ديالي. قال لي اخويا بلي منين كان كيرقيني وليت كندير شي اصوات في شكل وليت كنعوج يديا وكنضحك بوحدي بحال المسطي. قال لي بدا كيقول انت اللي جبتيه، زعما انت اللي اديتي. في ديك الحصه نيت تعالجت، عطاني واحد الماء قال لي غدوش به لمده 7 ايام. حسيت براسي ترخفت. قال لي شوف داك البيت ديالك يتنقى ويتهوى وتطلق فيه القران، ما تباتش فيه هاد الليله. وداك الشيء اللي كان من مورا ما دازت ديك 7 ايام وليت كنحس براسي بخير. عاد وليت كنوعى بداك الشيء اللي كنت كندير، عاد بديت كندوش وكنقي في حالتي. مشيت حسنت داك الشعر ولا حد دوك الحوايج اللي شحال وانا لابسهم. داك الفقيه ولا الراقي عطاني حتى واحد البخور وقال لي ديرو ديما في الليل قبل ما تنعس حتى تحس براسك ارتاحيتي وما بقيتيش كتخنق. المهم دازوا ليام وليت كنحس براسي بخير. داز تقريبا 3 شهور ما بقاش داك الحجر الصحي، القضيه طلقات شويه ومشيت حتى انا خدمت بحالي بحال خويا. كانوا كيجيوني شي كوابيس في الليل، وليت كنخاف بزاف لدرجه الا شفت شي قادوس من البعيد كنبعد عليه، ولا سمعت شي صوت بجاد حدايا كنقفز من بلاصتي. وعاد الظلام ما بقيتش كنقدر نعس في الظلام، ولي ضروري ما نشعل شي بوله صغيره حدايا. داكشي علاش قلت لكم تبعت في الطب النفسي، كان كيعطيني شي دوايات اللي كيكالميوني وكيخليوني نعس وما نعقلش على راسي. المهم بقيت متبع معاه تقريبا شي 6 الحصص، ما قديتش مازال على داك الدواء، كنت كنحس به كيرخيني بزاف. داكشي علاش ما كملتش فيه، وليت مواظب غير على صلاتي في وقتها وديما ناعس على وضو. ما بقيتش كنحمل ندوي في الموضوع ديالو ولا في العالم الاخر، غير كيجبد ليا شي واحد هادشي كنقلب الموضوع. مؤخرا عاد عرفت القناه ديالك وبغيت حتى انا نشارك قصتي مع الناس، وكنتمنى تكون ليهم عبره. كاين اصلا اللي كيكون كيقلب عليهم وما كيلقاهمش، وكاين اللي مبعد عليهم وماشي في بالو وكيتسلطوا عليه. وهادشي اللي طرا معايا انا، ما عمرني كنت كنتخيل بلي غيوقع لي هادشي، وكنت كنقول داكشي غير قصص واساطير، ولكن ملي عشتو عرفت بلي بصح، وغالبا داكشي اللي كيوقع كنكونو حنا السبب فيه. المهم كانت هادي هي قصتي اخويا وانا بغيت نشاركها معاك، وكنشكرك حيت قبلتي دوزها في قناتك. الخوت كانت هادي هي قصتنا ديال اليوم، وكيف العاده اللي عنده شي قصه بحال هادي يقدر يصيفطها ليا في انستغرام. كنشكركم على حسن الاستماع، متنساوش الدعم وتخليو البصمه ديالكم. نتلاقاو في القصة الجاية والسلام عليكم.